11 ساعة جهان هادي 11 إيوا شنو خصنا دابا؟ هادي 11 ومن خلال أتي 11 برنامج اللقاء المفتوح كنهنئوا كل عرسان اللي كيحتفلوا بعرسهم في هذا الموسم، هذا موسم الصيف، موسم الأعراس بامتياز. موضوعنا اليوم موضوع حساس جدا، حديثنا سيكون عن ليلة الدخلة اجتماعيا. وضيفتنا أستاذة رقية الهوري الأخصائية النفسانية، وقبل ما نرحب بك أستاذة الهوري غادي نعود رقم الهاتف للمستمعين للمشاركة وطرح الأسئلة 05 37 70 59 39. أستاذة رقية الهوري صباح الخير. صباح النور، مرحبا بك من جديد. الله يبارك فيك هناء، وكيف قلتي كنهنيو العرسان اللي هما اللي عندهم العرس، وحنا كنعرفوا دابا الفترة ديال الصيف موسم الأعراس بامتياز. نعم، فهو موسم ديال الأعراس، وبالفعل هذا الموضوع يعني جد كيف قلتي حساس، ولكن ضروري كيوقعوا فيه مشاكل كثيرة. نعم. مع الأسف وبعض الأخطاء اللي كترتكب فيه، قلنا خاصة اجتماعيا لأنه من خلال اللقاء المفتوح سبق وطرقنا لهذا الموضوع من ناحية الطبية والصحية مع دكتور أخصائي، ولكن رفقتك كأخصائية نفسانية بغينا نطرقوا لهذا الموضوع اجتماعيا، تفضلي. نعم، فهنا اللي كنقول ان بعض الاخطاء اللي كترتكب يعني بطبيعه الحال ما دام كنتكلموا على الناحيه الاجتماعيه، احنا كنعرفوا ان بعض التقاليد والاعراف هي كتزيد هذا المشكل هذا، حيث انها كنعرفوا ان داك ليله الدخله كيف كنقولوا ولا ليله الارواح ولا ليله العرس، يعني هذيك هي اللي كيكون الانسان كيتسمى بليله العمر، يعني العروسين كانوا كيكونوا كيتسناوها والاباء ديالهم، يعني كنشوفوا الام داك النهار كتقول كذا وانا الكبيره نفرح بولدي ولا بنتي. هذه المساله هذه يعني داخله في يعني في الأعراف ديالنا، لأنها ليلة زعما مهمة في حياة الإنسان، كيف ما الزواج كيف قلنا هو قرار مهم، فهذيك الليلة خصنا نحتفلوا بها كذكرى طيبة. بينما أننا كنشوفوا التقاليد والأعراف كتزيد كتوتر هذوك العروسين الشابين، كيكونوا مازال ما عندهمش خبرة، مازال ما عندهمش تجربة، وكتبقى هذا ليلة الرواح وليلة الدخلة بحال واحد البسمة في حياتهم، يعني كتشكل لهم واحد، فهنا المفروض هذيك الليلة خاصة يعني يكون فيها واحد الجو من الألفة، واحد المحبة، يعني ان كل واحد يستمتع بالاخر، لان باش كتبقى كتقولنا هي افضل ليله في العمر، ما كتحوش الماساه النفسيه. فاحنا كنقولوا يعني ماشي اساسي انها تكون ضروري تمارس فيها يعني الجنس هذيك الليله الاولى، هادشي اللي كيخص الشباب يعرفوا يفهموا ويعرفوه، وحتى الاباء ديالهم يعني ما تبقاوش يديروا داك الهيله اللي بقاو تسموهم بحال راه شي واجب وطني غادي يقوم به ولا لان هادشي هذا كيزيد هذه ثقافه مجتمعيه خاطئة كثير. هي بدات كتنضطر، ولكن في مجموعة من المناطق مازال موجودة. احنا اللي كيجيو من الناس يعني كيعانيوا من هذه المسألة هذه، وكتحدث شروخ في العائلة إلى آخره، لأن بغيت غير نشير لواحد الأسباب اللي هي جد مهمة اللي كتخلي هذه المسائل هذه، أن المجتمع كيف قلتي الناحية المجتمعية، أن شكون هذا المجتمع كيتكون؟ من الأم، الخالة، الصديقة، الجارة، العمة، العائلة الكبيرة اللي كيجيو مثلا من على من البادية أو اللي في قلب المدينة. فهذه الليلة عندي كيجيو عندي شي بنات مساكن كتقول لك راه ديك الليلة راه عندي بحال شي ختانة نقولوا، ولا بحال شي، لأن سمعتها عمتها ولا خالتها ولا قالتها لها فدخلت هي، لأن هذيك الليلة ليلة ألم. نعم، بالنسبة هذا كيولي بحال امتحان داك العروسين، بالنسبة للبنت خصها تثبت العذرية ديالها، وحنا كنعرفوا هذا مجال طويل عربي يعني ناخذوا فيه، أن كاين البنت اللي كيكون عندها هذاك الغشاء ديال البكرة ما تعطيك، اللي كيكون غير فيه عدة أنواع، عدة أنواع، و 30% من النساء كيزادوا غشاء بكرة. هذه خص الرجال يعرفوها في العرسان اللي يعرفوها، وهذا علاش حنا كنقولوا خصو يدير داك الفحص المبكر قبل، باش تكون الصراحه وتكون بين الزوجين، باش ديك الليله كتكون من اجمل ما يكون. فاذا ملي كنعرف شنو هي الاسباب، هي داك الرهبه وداك الخوف، راه بعض الناس كتولي عندهم فوبيا حقيقيه كيكونوا كيعانيوا، لهذا هنا كنقولوا ضروري من الانسان انا زعما كنتفق مع ان الراجل يعني الزوجين يديروا العقد قبل الزواج بواحد المده. دخل قبل ليلة العرس. قبل ليلة ما نخليوش ليلة العرس، هذيك راه خطأ كبير يرتكب هنا، الناس اللي كيخليو في الآخر أكيد يضرب صدق، وفي ذاك النهار كيكون كل شيء. من الأحسن باش تبدا المسائل كلها كتكون بدا في الحلال أولا.
يعرف الراجل راسه راه عايش داخل الكتف وكيمشيو عند الطبيب على اساس حنا دابا كنتكلموا على حسن النيه يعني ان الراجل راه عنده حسن النيه وايضا البنت عندها حسن النيه يعني ما كنتكلموا شي في المسائل اللي هي فاذا هنايا اول حاجه هي هذه المساله هذه ان ديك الرهبه الزائده ثانيا المسؤوليه ديال التوجد ديال العرس الثقل ديالو الى اخره هذه المسائل كلها تتأثر. اللي بغيت انا نتكلم عليه بزاف هو ان بعض الاغلب ديال الفتيات كيكون عندهم ما يسمى بالفاجينيزم يعني التشنج المهبلي اللا ارادي وهذا المشكل هذا كيكون يعني عصبي هذا المشكل هذا خصو يردوا ليه بزاف شنو اللي كيوقع هنا عندي نعم هو نفسي بالدرجه الاولى يعني كيمشيو تصويره كيديروا حتى عمليه جراحيه في المهبل وما كتنفعش علاش لان شنو اللي كيوقع باش يفهموا الفتيات خاصه في المناطق اللي هي المحافظه او عندي بعض البنات اللي كتكون عندها شخصيه يعني ما كتبغيش مثلا كتبغي تكون كامله في كل شيء ديالها كتبغي حتى شي واحد يمسها كنسميو كنقولوا كتكون عندها ذات عزيزه نعم وكيكون واحد التحفظ شديد واحد عزه النفس واحد انها ما خصهاش تغلط ما خصهاش ذاك المكان عندها ممنوع الاقتراب منه حتى في الحمام يعني حتى كاين بعض من البنات عندهم هذه الحساسيه هذه بالعكس كتكون زايده يعني ما كتشكلش مشكل ولكن ملي كتجي ذاك النهار كتخلق لها مشكل حقيقي فاذا هنا يعني كتوقع ذاك المفاجاه الراجل ما كيقدرش يعني هنا شنو كيولي واحد النوع من اما الراجل كيثبت الفحوله ديالو والرجوله ديالو ذاك الليله لان كيتسناو الناس ديال العائله ديالو والبنت خصها تثبت العذريه ديالها والطهاره والعفه ديالها والشرف الى اخره مع العلم انه غشاء البكره لا يعني العفه والشرف هذا الا كان غشاء البكره نقولوا مثلا في ذاك الثقوب ولا وقع فيه شي مشكل وهذا لا باش ما نبقاوش مركزين على واحد الاشياء زعما اللي نعم بينما عند الراجل لا مثلا عند الراجل كيخصو يبين بانه ما عندوش ضعف جنسي خصو يبين بانه وملي كيكون هذا المشكل ديال كتبقى التشنج المهبلي عند المراه عند البنت كيولي هنا بحال راه هي اللي منها الدفو يعني ماشي من فهنايا غير انا كنقول اذا شنو كيوقع هنايا من ان البنت كتعرض لهذه المساله هذه في صغرها كتكون مثلا تعرضت اما لشي مثلا تحرش جنسي او لشي كلمه ولا بلا ما كيكون كاع كيكون غير في وسط هذا شنو كدير كتسلم كتصدر واحد الامر نفسي في الدفو ديالها لانها بحال كتنزل واحد العضله في الرحم كتولي قاصحه حيث انها يعني ما كتقدرش تخلي حتى شي حاجه تدخل نعم وهذا هو اللي كي ايضا هذا هو اللي كيخلق هاد باش الناس غير باش تعرف العلاج النفسي كيجيب نتيجه اكيد 100% العلاج النفسي العلاج النفسي مع العلاج يعني الدوائي واحيانا حتى نعم ثم ايضا واحد النقطه اخرى اللي كتخلي الناس هذا هو ذاك الاجهاد لتهيئ العرس حنا كنعرفوا ان مثلا باش كتوجد العرس راه ماشي مساله سهله يعني كيبقى الواحد كيبقى يشوف مثلا الاحتفالات هذا التخيطور ولا شحال ديال الفيه باش غادي نوجد شنو هذا فكيدخل في هذه المسائل هذه وكينسى اهم شيء اللي هو يعني العلاقه ولا لحد يعني ديك العلاقه اللي خص الزوجه ولا الزوج يحتفظوا بها بيناتهم من بعد لانه كيدخلوا في الديون كيدخلوا في مصاريف لا قدريه كيبقوا يديوها من بعد هذا الشيء ايضا حتى هو كيوجد المفروض ان يكون واحد مثلا حنا كنقولوا ذاك التوجد يكون مثلا على مده واحد 6 شهور مثلا العرس ولا شي حاجه باش ذاك النهار كيفوت كيدوز يعني في اكمل على اكمل وجه ما تكونش يعني ذاك المبالغه مثلا كاين الاستعداد اللي كيكون على 6 شهور ولا 4 ولا 5 على حسب تنظيم الوقت ديالو مثلا كاين الانسان خصو يدير واحد الثمانين رياضيه من قبل كيكون مثلا اللي عنده راه كيدير مع كل بحسب الامكانيات على حسب الامكانيات ديالو كاين اللي كتبقى تمشي للحمام في واحد هذا المهم يعني غير الانسان من اللي كنقول ما يبالغش وما يتورطش في ذاك الديون اللي كتاثر في ذاك الليله بالضبط وكتخلي الانسان كيبقى يدفع الثمن ديالها يمكن يصرف مثلا على شي يعرف على شي ناس اللي ما عنده حتى علاقه بهم غير خصو باش يبان ولا شي حاجه يصدق في مشاكل الاخرى اللي في تقولنا حنا المهم هو ان نكسب العلاقه ديال الناس اللي معايا اولا اللي هو مثلا زوجي ولا الاهل ديالو او مثلا الزوجه ديالي واللي هما مقربين بالضروره دائما الانسان كيراعي الميزانيه وداك الشيء يعني داك الشيء كيكون في التدريج باش كتبقى كتقولنا ديك ليله العمر الليله اللي هي يعني جد جميله فايضا مساله اخرى اللي بغيت نشير ليها وهي واحد المساله ايضا ان كيف قلنا نتيجه لذاك الفوبيا اللي كيكون ذاك الاهتمام الكبير بذاك النهار وهذا تقول العريس ما عرفش شنو غادي يدير فبعض الاحيان كيكون واحد الخجل مرضي ولا خوف وانه نجي لذاك التدخين في العريس شنو كيلجا كيمشي للخمر
أو لا كيمشي للحشيش، مع العلم أن المسألة هذه يا باش هيك يخلعوا مثلا صحابو راه على الله هذا. انا كنتكلم بخصوص على الاوساط الشعبيه، لان حنا زعما كنبغيو نوصلوا للمساج الاغلبي للناس اللي مازال كيعيشوا هذه الطقوس هذه وهذا. فهنايا كنعرفوا كيف قلنا داك اللقاء الاول اللي كيكون مثلا مع العروسه، خاصه الناس كيف قلنا اللي كيكون على باكي كيجيو كيخطبوا كيتشافوا غير شويش وهذا، فهنا كتولي داك المساله ديال انه غادي غتكون ديك المعاشره الزوجيه ولا هذا كتطلق هذا التوتر. فبالتالي ملي كيلجا هذه الخمر ولا هذا، حنا كنعرفوا ان المنشطات بحال دابا الانسان خاصه ملي كيكون اول مره مثلا خدا داك الحشيش، لان ملي كتاثر عليه كيولي واحد عدم التقدير صحيح للوقت والمسافات. مثلا الراجل كتبان له ان ديك المده اللي قضى مع العروسه ديالو راها طويله، يعني كيفقد مقياس الزمن. الو، اذا المخدرات اللي كتعمل هاد الاشياء هادي نعم. اذا هنايا مثلا انا الكف قدامي وهو كيفقد الحجم ديالو، ما كيبقى يبان ليا اما كبير او صغير، يعني الادراك ما كيبقاش، الوعي ما كيبقاش يتقاد، وبالتالي اعضاء الشخصيه يعني هو كيشوفها يا اما ما كيشوفهاش يا اما ضخمه او صغيره. وبالتالي ديك المره اللي قدامه ومين كيكون فرض انه هادشي في الحالات العاديه، ولا كان عاد شي مشكل ايضا عند المراه التكليفه الاولى، هو ما عندوش العقل اللي غادي يخمم او اللي غادي يفكر ولا غادي يوعى، كيوزنش الامور، وبالتالي المشكل غادي يعني كيكون منفعل بزاف. ايضا بالنسبه للناس اللي كيتناولوا الخمر داك اللي بزاف، كنعرفوا انه هذا كيوقع واحد الافراز هرموني داخلي، نعم، تدفق الاوعيه ديال الدم كتولي محتقنه يعني كتخلق مشكله عند الرجل، مع المده كيوقع بحال واحد الارتخاء واحد التهدل في هذه الجدران الاوعيه اللي يعني اللي دمويه. نعم بالتالي هما نعم بالتالي هما باش ما كيحتفظش بالقدره ديالو الجنسيه، فهنا كيولي ايضا كيخلق واحد المشكل مع يعني كانه عنده ضعف جنسي، لانه عنده ضعف الانتصاب، لانه عنده ضعف. فانا اللي كنقول هنايا ان الانسان يعني ما نستعملش بهذاك هذه المواد نهائيا، وغادي تلفت بانه ديك الفرحه ديال انه راه عريس وانه راه غادي تكفي يعني راه هذيك الحمد لله على كان في الشباب كيكون في كامل القدره ديالو. بالنسبه ايضا فاذا كان يعني ما يدخلش بهذا الانسان سموم الدم ديالو اللي هي اللي كتاثر له على داك الشيء، وما يبقاش يثق هنا بداك الاصدقاء ديال ان يمكن يحضروا الوازع الديني ضروري، يعني ملي كيكون الوازع الديني بطبيعه الحال راه ما كاينش مثلا قبل هذاك الشويه خصو واحد الميزانيه يفرح براسو. راه كاين دابا ديك المحلات ديال لي سبات يمكن يكونوا زعما شويه رخاص، يفرح كنقولوا مره في العمر يمكن يفرح براسو يدير من قبل المساج يكتب لك ديك الزيوت، يعني يكون داك الصندوق حتى حتى بالنسبه للرجال. بالنسبه للرجال ولات كتدخل مع الثقافه هذه انهم العرس ديالهم كيكون صندوق ديال الوجه، كيكون مثلا الحمام كنقولوا بالشكل ديال يعني كيكون واحد التجهيز ديال الوجه جسماني وفي نفس الوقت نفساني، هادشي اللي حنا اللي بغينا. يعني من الناحيه الصحيه كيكون واحد التجديد للدوره الدمويه في الجسم كله، كينشط يعني يحس بواحد النشاط بدني، كيزيد التركيز ديالو، كيحيد التوتر، المزاج ديالو كيولي مزيان، ما كيحس براسو راه محل اهتمام ديال الاخر. خاصة حنا كنعرفوا ان مثلا في الهضره مقبله على الزواج هو انتقال من ديك الحياه العزوبيه الحياه اللي هي مشتركه، فهذه الحياه يعني خاصها تكون واحد الفرحه واحد هذه الليله هذه على حسب يعني ولكن هي انها تختلف، لان بعض المرات على حسب المستوى ايضا الاجتماعي والثقافي الاشخاص يعني ما كل واحد غيفرح بها بطبيعه الحال على طريقته كيف ما كيشوف الامور هو. نعم، اذا تنتكلم تكلمنا على الرجل، نتكلموا على المرأة أيضا. بعض النصائح لها، وناخذ مكالمات هاتفية من خلال الرقم 05 37 70 59 39. كل هذا بعد هذا الفاصل الغنائي. اللقاء المفتوح عبر أثير الإذاعة الوطنية 11:30 دقيقة. ما زلت معنا الأستاذة رقية الهوري الأخصائية النفسانية، وحديثنا عن ليلة الدخلة. ناخذ بعض المكالمات الهاتفية، ولكن ما زلت معنا الأستاذة رقية الهوري، وكيف قلنا نتكلم على المرأة أيضا من الجانب النفسي للمرأة. نعم، فقلنا انه بطبيعه الحال قلنا هذه الفرحه هذه هي ليله العمر، فرحه تكون فرحه العمر كيقولوا. فاذا البنت قلنا تحاول تنظم وقتها قبل ما يوصل العرس، يعني كيف قلنا تنظم لي على 6 شهور على 4 شهور على الى اخره حتى الاسبوع الاخير. في الاسبوع الاخير بطبيعه الحال راه غدير الاسبوع ديالها يعني على اساس انها تحتفظ باللياقه البدنيه ديالها، على اساس انه يكون مثلا دائما الغذاء ديالها يكون ما مسموح، يكون شي مثلا دهون بزاف او لان باش ما تغلاش باش ما مثلا. ايضا كنبغيو نشوف لواحد المساله ان بعض الفتيات كيكون عندهم ديك الهاله السوداء تحت عينيهم، هذه الحاله بدرجه تكون من النوم،
فإذا هنا كنعطيك تغذية جيدة، فرياضة، فنوم عميق، فراحة. إذا بغيت نشير واحد مسألة مهمة أيضا هنا، وهي أن ديك العروسات اللي كيكونوا كيديروا نظاضر أو مثلا العرسان داك النهار كيبغيو يفرحوا براسهم، فهنا خصهم يردوا بالهم أنهم ما ينسوش يعني هذه المسألة هذه باش يديروا داك العدسات اللاصقة، خصهم يتعودوا عليهم بأحسن. كما تعودوا عليهم أو لحسن بعد يختارهم طريقة طبية، لأن بعد المرات يختارون هذه الطريقة الجميلية وهذه المسألة هذه لحسن بعد المرات يكونوا غاليين وش حاجة كيكريوهم. حنا غنفكروا في المسألة في الخطورة ديالها، لأن ملي كتكري العدسات اللاصقة ولا هذا كيكون هذا بحال أو لا كتشريهم ماشي طبيا راه بحال شكل الإنسان بحال فرشة ديال الأسنان، يمكن بعد المرات ملي كتكري نقولوا شي حاجة اللي هذا راه كتقدر ما تؤدي لالتهابات مثلا في العين ولا بعد المرات كتكون مع أمراض معدية بحال أمراض السيلا ولا الهيباتيت سي. فهنا خصنا نعرفوا لأن بحال يعني كتنقل دموع واحد آخر لواحد لآخر. المسألة هذه فهي خص الإنسان يرد بالها أنه إلا ما كناش يكون عندهم هالات سوداء هذه المسألة هذه كتعالج من قبل. كنصح فيها يعني نقول بأن ولا حتى ماشي بنات اللي كتقدر ديما تجرب تدخلي حتى لذاك النهار عاد كتنوض شي ما كيديرها شي حساسية في وجهها أولا مثلا كتمشي للحمام كتبقى كتشوف كتحك حتى كتبغي حتى يعني داكشي كيجيب لك يعني الانفاكس يعني كيجيب العكس ديالو. طبعا كل شيء كيخص يكون فيه التوازن. ناخذ مكالمه هاتفيه معنا ابو انور. اهلا وسهلا بابو انور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اختي انا عندي شريك. لاباس الله يبارك فيك. مرحبا. كنشكرك على البرنامج القيم ديال الاذاعه ديالنا الجميله، وكنشكر الدكتور على هاد النصائح اللي عطاتها الان. مرحبا سيدي، تفضل هيا معك. شكرا استاذه على هاد النصائح وتحييك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. انا كنت حضرت واحد المناسبه ديال الفرح ديال خويا الميدان ديالي. نعم. يعني هذيك داك السيد بحال نقول يعني بحال ما سبحان الله بحال ما عايش في يعني ما عايش في المجتمع وكيسمع المسائل ديال الزواج وكذا. نعم. يعني تصور واحد المده ديال 16 ساعه او 18 ساعه ومع العروسه ديالو، وانا وصلنا لديك النتيجه اللي بغينا كاع العائله حتى اضطرينا باش نديو ديك العروسه نديوها للطبيب. وديها طبيب كنلقاو بان عندك بكره ديالها يعني راك مرسومة علميا كتعرفو المسائل هذه الطبيه. نعم. كنلقاو يعني ماشي بنت وانما يمكن هي بنت غير ديك البكره ديالها كتكون قاصحه. نعم نعم هذيك هي كتكون صفحه. هذا هو التخرج المهدي للمواضيع اللي قلنا كيقولوا صفحه كيلقى البكره ديالنا صفحه، وهذا هو التخرج المهدي. هذا هو اللي قلنا هنا كيخص العروسه تمشي تشوف الاخصائي قبل ما توصل هذه المرحله هذه باش ما كيوقعش هذه المفاجاه نهار ديال نهار يعني ديال الدخله. ولكن هو العامل كان شنو كان العامل النفسي؟ العامل النفسي. نعم. غريب الامر لانه كان عامل نفسي. ولكن قلت بانه ابو انور 16 ساعه وانتم ياك تنتظروا، وهذا ماشي ضغط نفسي عملتوا عليه؟ ضغط نفسي ماشي حيت المشكل فين كان؟ وهما دوك كاين واحد العادات عند الشلوح. نعم. يعني في مناطق ديال الشلوح يعني كيديروا كلشي بسرعه. نعم ماشي أنا فقط، ولكن هي في مجموعه من المناطق نفس العادات. عرفت. انا في انا كنت حاضر حيت انا ماشي شلوح، انا عربي وكنت الناس اللي الشلوح. نعم يعني سي ابو انور. عرفت الله غير هي كل منطقه كيفاش كتعاني كيفاش كيفاش كي ولكن هذه ظاهره عامه هذه في المغرب تقريبا كله يعني من الاقصال لا في الفئات المحافظه ولا هذه يعني ظاهره موروثه عندنا متجدده. انا شخصيا دخلت فيها انا شفتي انا شخصيا دخلت فيها في هذا الموضوع. انا نسيت الله يخليكم هاد السيده هذا انه ما عمره خرج ما عمره شاف يعني هنا يعني ما كيعرفش المسائل هذه. عطاو واحد الصوره صح يعني نبدلوا هاد المسائل كامل ونمشي نلقاكم مره سيفط لي فلان سير ولي فلان. المهم تحل بعدا المشكل تحل. نعم اختي. لا اسمع هنا اسمع استاذ رقيه كيصيفطوا له الناس كيدقوا عليهم في الغرفه ديالهم ياك ابو انور. وي واش مازال واش باقي؟ نعم اختي. نعم ضغط نفسي يعني كبير كتمارس على بحال هاد العرسان هادو. وي يعني حتى العروسه سمح لنا دابا باش يفهموا الناس حتى العروسه هنا الا كان عندها هذا التشنج المهبلي راه كتزيد يعني كتزيد تزير يعني ما غاديش تخلي الراجل نهائيا يوصل ليها. أو غادي يصاب بانتكاسه غادي يصاب بضحك بخوف
وغتكون هذه الليله من أسوأ ليالي الزواج ديالهم، غادي تصم يعني حياتهم الزوجيه نعم. كامله غيبقاو يتذكروها. نعم سي ابو انور، هادو شحال هما مزوجين دابا؟ نعم دابا عندهم شي 6 سنين. بغينا نسالو يعني على الحياه ديالهم من بعد، كيفاش واش هادشي اثر عليهم من بعد اولا الحمد لله تجاوزوا هادشي؟ لا عندهم حتى شي مشكل ولا تقول نقاش بسيط ما كاينش يعني دابا عايشين الحمد لله. عندهم جوج بنيتات تبارك الله عايشين بخير الحمد لله. غير انا من النصيحه ديال اللي كنقول على حسب تجربتي الشخصيه نعم كنفضل يعني ديك الزوجين يعني يكون لك مسائل اللي كيطالبوا بها العائله تكون قبل بواحد اسبوع او يومين او كذا باش ما كيبقاش الضغط النفسي على الجانبين لا العائلتين. نعم واضح سي ابو انور، شكرا جزيلا على المشاركه ديالك معنا. الله كنحييكم. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. نمشيو عند علوش من تونس. اهلا وسهلا سي علوش. مشاون مرحبا اختي، مرحبا بك. الله يبارك فيك اسيدي، اهلا وسهلا. شاون عفوا. نعم انا كنشوف هذه الدخله بكل صراحه كما قالت الاخت، يعني هذا الموروث هذا متخلف بكل صراحه، لانه هذه الدخله هذه واحد المشكله كبيره وفيها واحد التناقض فظيع. لانه علاش كيفاش مجتمع محافظ اسر محافظه وكيفاش يعني كنحتضنوا بحال هذه العاده هذا؟ حنا كنشوفوا هذه الدخله هذه كتم كيف ما قلت يعني تحت مراقبه الجماعه والجامع، يعني كيشوفوا هذه هذا الشيء هذا كيعطي ضغط كبير لا للعروس ولا للعروسه. وعندنا قصص كثيره، يعني احنا عندنا واحد جوج قصص، يعني وصل السيد ما حققش الانتصاب ديالو 6 شهور. نعم يعني 6 شهور وكل واحد واش كيقول، كل واحد واش كيقول، واحد كيقول عاج جنسي، واحد كيقول هذه يعني، وفي الاخر كمل يعني العرس ديالو كيف ما كيقولوا، يعني كمل العرس ديالو. هذه راه مصيبه. اما فيما يتعلق بهذا هذا البكر يعني الغشاء البكر اللي ما عرفتش كيف سمات الضيفه الكريمه، كاين مسؤول الشراطه يعني ما كيمشوش لا عند اختصاصي ولا لا النساء كيجرحوا خوتهم يعني بهذيك الشفره ديال الحلاقه، وكيتم الزوج كيرجع باش يكمل يعني العرس ديالو كيف ما كيقولوا. يعني واحد المسائل اللي بدائيه محافظين عليها للاسف. ومساله اخرى انا كنشوف يعني هذه المسائل كذلك حتى الشعوذه، لانه نعم. كاين اللي كيعمل الحجاب قبال كيعمل الحجوبه زعما باش يحصن راسه قبل العرس وما كاين والو، يعني لان احنا دزنا من ديك المرحله. ولكن كاين فعلا كيف ما قلتوا كاين الناس اللي كيلجؤوا للشراب يعني باش كيحيدوا ديك الخجل وكيتغلبوا على ديك الخوف والرعب اللي كيرافق ديك الليله السوداء هذه. هذا الشعوذه كيمشيو كيقولوا لهم انه غادي نفسخوكم لان انتم يعني الانتصاب ديالكم متعلق بالسحور وديك الشيء. يعني واحد المصائب اللي يعني كنحافظوا عليها للاسف، ولكن كاين واحد الامل لانه انا كنشوف المساله ماشي كتختفي والحمد لله. وشكرا لكم. شكرا سي علوش من شاون. استاذه رقيه الهوري، هل هناك من تعليق؟ نعم كنشكر الاخوه على هاد المداخلات المشاكل اللي المداخلات ديالهم اللي صاروا فيها مشاكل حقيقيه يعني كيعانيوا منها العرسان، واللي هذا هو اهم، لان دابا الاهم هو كيبقى في ذاك الجيش اللي كيبقى يتسنى على برا من الناس وكيدقوا عليهم. انت شفتي كيفاش غيكون الانسان؟ هذيك راه مساله اللي ما خصهاش زعما تكون نهائيا. دابا حنا كنشوفوا حتى في الدين ما فيهاش هذا الشيء هذا، فهذه مجرد اعراف توارثناها اللي هي خاطئه وكيف قال الاخ متخلفه جدا، يعني كتمس به يعني ذاك الكتاب ولا في السنه قد كيقول لك بان اللي تدخل خاصها تكون ذاك النهار او فض يعني البكاره ولا يعني هذيك حياتهم الشخصيه يديروا بها اللي بغاو. غير حنا كنقولوا خاصها تكون اجمل ما كاين، فحنا كنلاحظوا بحال باش تخلي ذكرى جميله كتبقى ذكرى جميله. كاين اللي كيقول له الا ما بغيتيش غادي نجيب امي ولا هذا تربطك، وكيهادشي كيوقع في يعني في الباديه. راه حنا الناس كيهاني ومساكن من هذه المسائل هذه. نعم. كاين اللي كيهددها كيفاش بغيتي امراه غادي تكون في يعني في اجمل يومها وغادي تكون تحت هذا ولا الاغتصاب ما بقاش يعني يعني كيولي. فهاد الموروث الثقافي هذا اللي حنا مازال كنحملوه ومازال كنعيشوا به، قلنا خصنا يعني ما يبقاش نتجوزوا يعني بطبيعة الحال خصنا يعني نتزوجوا. وثانيا من هادو العرسان ما يبقاوش يلجؤوا لهاد المسائل هادي ديال الخمر المخدر لانه كيزيدوا يسيئوا الوضع. نعم محور اخر من خلال نعم نعم المصدر هو غادي يكون يعني سعيد وفرحان وهذا هو الهدف، يعني ما خصوش يلجأ مع الحل المزاجيه غادي تكون. نعم. احنا قلنا هنايا بالنسبه مثلا لهاد الرجال هادو فهو خصهم يشعروا لان
كتقول لك هو خصو يكون داك الراحه، هو خصو ياكل مزيان، تكون يعني اللياقه البدنيه ديالو تكون مزيانه، ما يترهقش هو النهار الاخر يتحمل يعني المسؤوليات ما فيها مصاريف ما فيها العائله الى اخره، يبقى ياكل مثلا داك الاوراق يعني مثلا الخضر الفواكه اللي هي خضراء جدا بحال مثلا المعدنوس كرافس مثلا هذا. اذا انا هذه النصائح العامه، نعم هاد النصائح العامه كلها باش نكمل هاد الفكره. نعم لان هاد الشيء قلنا كيزيد الدوره الدمويه وكيخلينا كنحسوا بواحد المساله اللي هي ايجابيه، وبالتالي حنا اللي ممكن نتاكد عليه هو الناس ما تبداش حياتها بالحرام، ما يمشيوش مثلا المسائل اللي هي يعني يخلي الله يبارك لهم فيها، هذا هو اللي اساس. نعم نعم هذا فاصل غنائي ونعود. الف مبروك لكل عريس وعروسه كيحتفلوا بعرسهم في هذا الموسم هذا، نتمنوا لهم الخير باذن الله. والخلاصه لكل ما ذكرنا خلال هذا الفقره في اتاي 11 حول موضوع ليله الدخله، رفقه الاستاذه رقيه الهوري دائما الاخصائيه النفسانيه بالعاصمه الرباط. تفضلي استاذه الهوري. نعم فانا اللي بغيت نقول بخلاصه يعني باش نخصوا هذا الموضوع، انه ضروري من توعيه الشابين العروسين يعني قبل هذه الليله باش تكون الفرحه تامه باش ما يبقاش فيها شي مشكل. ايضا حتى كنشوفوا حتى الدور ديال الاهل ديال العروسه والعريس، ضروري انهم يتحملوا معهم هذه المسؤوليه هذه في التوعيه، يعني في التوعيه بجانب تحمل المصاريف، على اساس انه يتفقوا على اساس انه مراعاه العلاقه فيما بعد، ما يشوفوش هذاك الفتره ديال العرس، لان دابا حنا غالبا البنات ديالنا او هذا كتفكر هي داك العناريه غير داك شهر العاشر، ولكن حنا خصنا دائما نشوفوا العلاقه من بعد كيفاش غتكمل، راه مسؤوليه راه فيها اطفال راه فيها هذا العرس اللي غادي يتم، وهذا هذاك الميزانيات هذاك غادي تناقش من قبل باش كلشي كيكون على خاطره. فبين العائلات ايضا كيخص مراعاه الثقافه والعادات ديال كل طرف، كل واحد راه غيراعي الطرف ديال الاخر، ايضا يطلع على الميزانيه ديال كل طرف ما فيها باش مثلا كانوا كيتفقوا كيديروا مثلا عرس واحد باش كي يخليوا داك المصاريف شويه العروسين من بعد، لان راه مازال الدار ديالها غيأسسوها غيجهزوها مازال يعني مازال المصاريف كتسناهم، ربما غيصافوا ربما ما غيصافوش. اللي مهم هو اننا نفرحوا، لان حنا كيغلب علينا في يعني في الاعراس ديالنا من الناحيه الاجتماعيه كنعلمنا التباهي التفاخر، هذاك كبار انا خصني ندير اكثر منه. وحنا كنشوفوا دابا هذه الافراح اللي ولات كبار، يعني كنشوفوا حفلات اعراس ضخمه ميزانيات خياليه، وفي الاخير كدوز شهر وشهرين كيتم الطلاق. اذا شنو استفدنا من هذا الشيء كامل؟ يعني كنشوفوا غير التعب والجهد كيمشى في هكذا، هذا الشيء كتستهلك بلا يعني بلا. اللي كنوصي به العروسين دائما انهم ايضا من ناحيه العلاقه ما بيناتهم انهم ما يستهلكوش بعضياتهم من قبل، يعني يخليو لك الليله جماليتها ورونقها، يحتفظ بالجاذبيه ديالها لان كتبقى ذكرى طيبه كيبقاو يعاودوها حتى لولادهم، يعني يخليو داك الجانب المتعه في داك النهار. ولهذا علاش انا كنقول كيخص قبل يشوفوا مثلا لا كاين غير شي مشكل بسيط ما فيها بس نفس السؤال، كاين اخصائيين دابا غير ان بتي كونساي غير نصيحه ولا شي حاجه، خاصه اللي كتعرف البنت اللي كتكون عندها مشكل بحال هكذا، اما قلنا هاد التشنج المهبلي عندها مشكل في المهبل عندها، او بالنسبه للراجل يكون عنده القذف المبكر او لا قدره في عدم القدره في الانتصاب، هذه المسائل كلها حيت هي هذا هو الاساس، لان كنعرفوا في العلاقه الزوجيه اهم شيء هو السرير، اللي كيتقاس كتقاس العلاقه كلها كتهرس. فاذا هنا كنخصنا نحتفظوا بهذه الذكرى الطيبه، خاصة المصارحة مثلا ملي كتكون المصارحة بيناتهم ما كتبقاش المفاجأة، وبالتالي كيصبح الحفلة العرس كلها مجهودات. وكيف قلنا أيضا حتى العائلة والأهل فهم راه كيساهموا بشكل كبير في نجاح ليلة الدخلة. حنا اللي عندنا أساسي هو أن الناس تكون واعية بالمسألة هذه، ما تعقدش الأمور، تاخذها بمرونة، ملي كيكون شي مشكل يعني كنهدلو ماشي كنزيدو. فلهذا أنا كنقول هادو جوج مهمين، أن تكون يكون هاد التوعية بالنسبة للشباب أنهم إذا عدوا هذاك السموم يخليوا الجسم ديالهم يعني سليم 100%، ما يهمهمش هذيك اللحظه، لان راه من بعد كتولي يعني كلها اذى. وبالنسبه ايضا للبنت تكون يعني مهيئه التهيئ الكامل باش يفرحوا، تكون الفرحه يعني كامله يعني ما يكون فيها شي مشكل ان شاء الله باذن الله. هادشي اللي كنتمناه ان شاء الله، والف مبروك للجميع. نعم شكرا جزيلا استاذه رقيه الهوري الاخصائيه النفسانيه على كل هذه المعلومات، نتلاقاو ان شاء الله في اقرب فرصه باذن الله، وعطله سعيده.
الله يبارك فيك. هكذا كنختموا معكم يا مستمعينا حلقة اليوم من برنامجكم اللقاء المفتوح، مع تحيات طاقم العمل في الهندسة الإذاعية منير الوردي، في الإخراج عبد الرزاق عصامي. بعد الموجز الإخباري المنتصف النهار ترقبوا برنامج عبور مع لطيفة الفاطمي الدكالي. مني هنا العيدي أجمل وأحلى وأزكى وأعطر وأخلص وأكبر وأروع تحية. شكرا على المتابعة، جمعة مباركة بإذن الله.